منورنا يا سيدة الرئيس. كتر متشكر يا نورهان، دمتوا اللي منورنا. نور حضرتك يا فندم. كتر خيرك. ايه أكتر أمنية شخصية حضرتك بتتمناها؟ وإيه أكتر أمنية لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ يا رب الكلام ده يوصل لكم. أكتر أمنية شخصية إن ربنا يرضى عني. إن ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنك يا فندم ويديك الصحة يا رب. يا رب. دي أكتر أمنية شخصية. بالمناسبة يا نورهان، انت عارفه ان دي امنيه عزيزه قوي. طبعا يا فندم. لا لا لا، كلنا معاك يا ريس. لا استني بس. استني. اتفضل. عارفه الرضا ربنا يعني ايه؟ ربنا عظيم السماوات والارض، صاحب الكون كله، صاحب الملك كله، يرضى؟ يا ريت يا ريت. فانا لو هي دي الامنيه الشخصيه. طبعا يا فندم. بالنسبة لمصر زي ما قلت لكم، زي ما قلت لعلي كده في الأول، إن أنا بحلم لها وبحلم بيها وليها، بيكم طبعا يا فندم وبكل الناس. طب إحنا مشينا قد إيه؟ مشينا خطوة من 1000، فاضل 1000 خطوة تعملوها. شكرا يا فندم. تعملوها المصريين.